السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا على خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في شانل ابتسام. في هذا الفيديو غنحضروا جميع القريشلات أو القرص بشكلين وحشوتين مختلفين، الأول بالشوكولا والثاني بعقدة اللوز. هاد القريشلات كيجيو لذاذين وهشاش بزاف وسهلين في التحضير. يمكن لكم تناولهم في المساء مع الشاي أو القهوة، أو تنوع بهم مائدة الإفطار في يوم العيد، وأكيد غادي يعجبوا كل اللي غادي يذوقهم. ما تنساوش لايك لهاد الوصفة والاشتراك بالنسبة للمشاهدين الجدد. الى بغيتوا تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير تبعوا معايا الفيديو للاخير، فرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات غادي نحتاج نصف زلافة ديال السكر سنيدة ما يعادل جوج ديال الكيسان ديال العنبة، معلقة كبيرة الخميرة، معلقة كبيرة من النافع، معلقة كبيرة سمسم او جنجلان، شوية ديال الملح، كأس مملوء ديال الزيت، ربع كأس من ماء الزهر. هنا عندي زلافة عامرة من الحليب الدافئ ما يعادل 3 ديال الكيسان ديال العنبة، معلقة كبيرة ديال الزبدة، جوج بيضات، غدا ناخد صفار ديال وحدة باش ندهن به الوجه ديال هاد الكريسات في الأخير، وساشي وحدة ديال الخميرة الكيماوية، والدقيق عندي هنا كيلو. وضعت الحليب الدافئ، غدا نضيف عليه الخميرة، الملح، السمسم أو الجنجلان اللي غسلت، النافع، سنيدة، الزيت وماء الزهر. صافي غادي نخلطهم مزيان. غنضيف عليهم البيض، صافي، ونخليهم يتضربوا. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق. بالطبع سبق لي انني نخلته باش ما كيبقاوش في هذوك الحبيبات. ساشي ديال الخميره، وغادي نخلي العجين تخلط ليا مزيان حتى كتبدا تماسك. ما خصهاش تجي قاصحه بزاف، كتجي العجينه ديال هاد الكريسات خصها تجي مرخوفه باش ملي كيطيبو كيجيو قطنيين وهشاش. دابا غادا نضيف هاد المعلقة ديال الزبدة، وغادا نخليها تخلط مزيان مع العجين. صافي هنا دلكتي العجين مزيان، كتجي مرخوفة بزاف. أنا استعملت الكمية ديال الدقيق كاملة. غادا ندهن الوجه ديالها بقليل من الزيت، غادي نغطي عليها بالبلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح تقريبا نص ساعة حتى كيضعف الحجم ديالها. صافي هنا خمرت لي العجين، غادي نفرغ الهواء اللي فيها. بالنسبة للحشوة ديال الشكل الأول غادي ندير فيه الشوكولا. هنايا عندي الأسود، وفي هاد الزليفة عندي عقدة اللوز، خديت شوية ديال اللوز سلقته، نقيتو ونشفتو مزيان من الماء، وطحنتو مع شويه ديال المسكه الحره والسنيده. الا بغيتو تشوفوا الطريقه غادي تلقاوها كامله في الوصفه اللي كنت شاركت معكم ديال البريوات ديال اللوز. غنرش شويه ديال الدقيق ونشكل كويرات صغار بكميه ديال العجين اللي عندي كامله.
نحاول نديرهم صغار بزاف، ما نديرهمش كبار لحقاش غادي يضاعف الحجم ديالهم. ثم غادي ناخذ الكويره الاولى نحاول نبسطها بشكل طولي، كنوضعوا الشوكولا صافي وكنبدا نلف، كتبقى لي هاد الجهه هادي، كنقطع بالسكين صافي وكنسد هاد الجنيبات هادو. نحاول الخطوط ما كنوصلوش حتى الاخر ديال العجين، كيبقى هاد شويه ما كنقيسوش، كنسدو الجنيبات هنا. كملت الشكل الاول، فضروري ما تخليو شويه ديال لاسباس بيناتهم باش منين كيخمروا ما كيتلاصقوش. غادي نغطي عليهم دابا بمنديل، غادي ناخذ كويره غنحاول نبسطها شويه، ناخذ كميه من عقده اللوز، ندير كويره صافي ونبدا نجمع على هذا الشكل. هذا كيجي اللوز في الوسط، وغادي نديرها في لاطا اللي حتى هي فرشت لا بابي كويسون. ناخذ كويره اخرى صافي، نبدا نجمع في الاطراف ديال العجين، على هاد الشكل هذا. صافي غنستمر في نفس العمليه حتى نكمل الكميه اللي بقات لي العجين كامله. غطيت عليهم حتى هما بمنديل، وغادي نخليهم كاملين يخمروا تقريبا نص ساعه ونتلاقاو من بعد. خديت هنا صفار ديال البيض، فت عليه معلقه كبيره من الحليب البارد. الشكل الاول غادي ندهنه بالبيض، وغادي نرش عليه شويه ديال السمسم او زنجلان، والثاني غادي نرش عليه كونكاسي ديال اللوز. غادي نرشو بالزنجلان، غادي ندخل دابا لاطا الفرن اللي سبق لي سخنتو على درجه الحراره 200 حتى كيطيبو لنا مزيان من التحت، ونطلعهم الفوق باش كيتحمر لنا الوجه الفوقاني وكياخذ اللون الذهبي. غادي ندهن دابا الشكل الثاني اللي عمرنا بعقده ديال اللوز.
وغادي نرشو بهاد الكونكاسي ديال اللوز. يمكن لكم ديروا حتى لوز افيلي. صافي غادي ندخلهم للفرن ينطيبوا بنفس الطريقه للشكل الاول. هذا هو شكل القريشلات او القرص بعد ما طابوا في الفرن، كيجيو لذاذين بزاف من السمين وهشاش. كنتمنى تجربوهم. اذا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش ديروا ليها لايك وتبارطاجيوها مع الاصدقاء والاقارب. كنشكركم بزاف لحسن المشاهده، والى فيديو جديده باذن الله تعالى ومشيئته. بالسلامه عليكم.